فضيلة الأستاذ الدكتور جمال الدين إبراهيم، أستاذ علم التسمم بجامعة كاليفورنيا ومستشار علم التسمم في المحاكم الجنائية بكاليفورنيا وصاحب ومدير معامل الطب الجنائي بلوس أنجلوس كاليفورنيا أمريكا. مرحبا سيدنا الدكتور. أهلا وسهلا. الوقت يعني أزف ومضى بسرعة، لكن عايز تكمل لي بقى اتجاه الصدر إلى القبلة إلى الكعبة بيخلي أقل اتجاه الصدر الوجه للكعبة طبعا بيحط في أقل ممكنة أقل وضع توتر بالنسبة للمجال المغناطيسي بتاع الجبال الموجودة يعني اللي هي نادي الحاجة التانية ان الواحد لما ينام على جنبه اليمين القلب بيبقى فوق فأما يضخ الدم ما بيعملش مجهود كبير. سبحان الله. الإنسان لما يسكب المية من فوق بتنزل بسهولة لكن لما يحاول يرمي المية لفوق لازم تعمل مجهود، لكن لو نام على جنبه الشمال بيحاول الدم يضخ القلب لفوق فبيتعب فيحتاج عدد ساعات من النوم أطول. لو نام على الظهر التنفس هيقل. سورة السنة أنا برجعها مع حضرتك. نعم. إن أنا أنام على جنب اليمين صدري متجه إلى القبلة. نعم. دي فيها فوائد مع الثواب والرضا الرباني، فيها فوائد طبية عظيمة، طبية لجهاز المناعة وللراحة، يعني فوائد على المستوى القصير اللي هي الراحة بتاع اليوم. أيوة. وفوائد على المستوى الطويل اللي هي جهاز المناعة، تقوية جهاز المناعة، تقوية جهاز المناعة. المناعة. نعم. في الحقيقة أنت